كلية طب الأسنان بالجامعة السورية الخاصة أصبحت رقما صعبا. وطبعا هالشي يدل على الاهتمام المتزايد والمتابعة الحثيثة من قبل رئاسة الجامعة وإدارتها. وكان هذا المؤتمر تحت رعاية كريمة من الأستاذ الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الحقيقة نحن جبنا أساتذتنا واستضفناهم من خيرة الأساتذة في الجامعات السورية المختلفة، جامعة دمشق، الجامعة السورية الخاصة، وأيضا جامعة الشام بكل كوادرها المميزة. النتاجات المؤتمر من الناحية النظرية كانت محاضرات على مستوى عالي من الأداء والتميز. أنا من هالمرحلة شو بعمل؟ أنا بكون عندي أوتاد فايبر، أنا بتوقع إنه هذا الوتد الياس بدخل الوتد الفايبر قبل ما أمشي قناتي. أما من الناحية العملية أيضا فقد كان المؤتمر يشمل أربع محاور. المحور الأول هو محور تجميلي، محور الوجوه المباشرة. المحور الثاني كان محور الزرع، والمحور الثالث كان محور التعويضي من خلال أوتاد الفايبر. أما المحور الرابع فكان محور المداواة اللبية. بعد ما نحن صارت الزرعة بموقعها وبمستقرها، طبعا نحن اتفقنا انه هاي الزرعات يا اما بنحطها بون ليفل او بنحطها بتكون كامبرسون امبلانت، يعني ممكن نغطسها تحت مستوى العظم. فتحة جانبية بس اهم شيء لحتى اين هالبراد البيضة اللي تشكل هيك صارت يا عيني عليك. لاحظ هلا بعد ما انا غسلت السلكت شفتي منظر القناة كيف كان يبرد وصار يتبع. نتمنى من خلال هذا المؤتمر الذي غطينا فيه كامل النقاط الأساسية العملية والنظرية التي تهم خريجنا، نحن نطمح أن نحصل على خريج عالي الأداء، خريج يستطيع أن ينافس غيره في مجالات العمل. أعدكم أن تبقى الجامعة السورية في مقام الصدارة من خلال تميزنا، من خلال عملنا المشترك كعمادة كلية مع رئاسة جامعة، ومن خلال وضعنا يداً بيد مع طالبينا.